سلام الله عليكم. هاد البنية سميتها نزلة، عايشة هي أمها وباها، هي الوحيدة اللي عند والدها وعزيزة على أمها بزاف، مهلية فيها لواحد الدرجة ما كتصورش، ومستعدة تدير المستحيل باش بنتها تكون سعيدة. عايشين في واحد القرية والحياة على قد الحال. واحد النهار كيتعشاو، الأم قالت للأب باش يسجلوا نزلة في المدرسة، ولكن الأب تعصب عليها وقال لها ما عندها ما تدير بها، وأصلا الأب ما كيراعيش للأسرة وديما منكدها عليهم، وزايدها مبلي بالقمرة والشراب، والأم مسكينة كتحمل وكتحاول تصلح داكشي اللي كيفسد هو. ولكن الأم تحاربات باش البنت تدخل المدرسة، ومن بعد مدة كبرات نزلة شوية، ولكن كبرات حاقدة بسبب الجو اللي عاشت فيه وما راضياش بالحالة ديال والدها. والأب باقي على نفس الحال، ديما داخل كاو وزايدها بالغوات والمعيور، وباش كملها خسر فلوس الخلصة ديال الشهر كاملة في القمرة، وهما كيتصادعوا والبنت كتسمع وكتزيد تحقد. والصباح في المدرسة تشكات على صاحبتها وقالت لها أنا مليت العيشة مع والدي، بغى غير إمتى ننجح ونمشي للجامعة في إسطنبول معهما في قرية بعيدة على المدينة. وهما كيهضروا وهي تجي أمها حيت عندهم اجتماع أولياء الأمور، وهي تحبسها نازلة في الطريق وقالت لها علاش جاية، وقالت لها ما تدخليش للمدرسة وانت في هذه الحالة. مرضاتش بها حيت شكلها بسيط، ودارت فيها وقالت لها رجعي للدار. الأم ما خسراتش ليها، ولكن بقى فيها الحال حيت بنتها ما راضياش بها، وخا هي دارت المستحيل على قبلها. وبالليل كانت عند صاحبتها معهم جيران، دخلت للدار لقات عاوتاني الأب مقرب لها ومنوط الصداع، وديما الأم مسكينة كتبغي تهون المشكل باش البنت ما تهش في قلبها. مريحة كتهضر معاها نزلة وهي تقول لأمها علاش صابرة لهذا الشيء كامل، علاش ما هربتيش منه شحال هادي؟ قالت لها صبرت على قبلك، ما عندي فين نمشي ونديك، وإلا مشيت وخليتك معاه كون قاع ما دخلتي للمدرسة، وكون راه دايرك خدامة لعندو مدى الحياة أو ليزوجك قبل ما توصلي 18 عام. والأم وخا هازة الهم ديما كتحاول تضحكها وتواسيها. واحد الصباح مريحة كتنقي شي لعيبة وهي تدخل عليها النزلة فرحانة، تقبلات في الجامعة غدا تقرا التعليم. الأم طارت بالفرحة من اللي سمعت الخبر، ولكن تصدمات من اللي قالت ليها غادي تبعد عليها، حيت الأم كتصحاب غادي تكمل القراية غير في القرية. ولكن سرطات الصدمة باش نزلة ما تقلقش وكملات الفرحة. الأب جاي من الخدمة مع كيسوق الكاميو، قالوها ليه وهو ينكدها عليهم عاوتاني كيف ديما، والأم كتحاول تصلح، وبالفرحة مشات تقولها للجيران. من بعد داتها تشري ليها الحوايج باش تقرا من شي فلوس جا معاهم كانت كتشيطهم من المصروف. سولاتها نزلة قالت لها منين جاوك هاد الفلوس، قالت لها باك اللي عطاهم لينا. نزلة ما تيقاتهاش، عرفاتها كتكذب. الأم وهي تقول لها راه ما عندوش مسكين، كون كان عنده كون عطانا، وهي رغا كتغطي عليه هو راه ما كيرحمش، ونساتها الموضوع. وجدات لها المسائل وغادي موصلينها لإسطنبول، والأب ديما منكدها عليهم. وصلوا بدات كتوصي فيها وكتودع فيها وما قادراش تفارق معها، وعطاتها واحد العنوان ديال شي جارتهم في القرية عندها مطعم في إسطنبول غدا تستقبلها. وباها جبد لها تليفون جديد عطاه لها باش يبقاو يهضروا معاها، وبين الأم مسكينة اللي شارياه وعطاته ليه يعطيه لها باش تصلح الخواطر، وتوادعوا معاها وغادي تكمل طريقها في الكار. غادا في الطريق قلبات واحد الساك لقات شي فليسات مشيطاهم الأم مخبياهم ليها ما كانتش عارفاهم هي، والأم مسكينة راجعة للدار طريق كامل وهي كتبكي. ونزلة وصلت للمطعم ديال جارتهم واستقبلاتها وعيطات المهدوات معاها، ولكن ما كتعاملهاش مزيان غير كتقمع فيها، وطلعاتها السيدة لواحد الدار عندها باش غادي تجلس فيها، وقالت ليها باش غادي تخدم عندها في المطعم باش تقدر تعاون راسها وتخلص الكرة ديال هاد الدار. عيطات لأمها قالت ليها ما قدرتش ننعس، والأم وهي تبدا تغني لها واحد الأغنية كانت كتغني عليها في الصغر باش تنعس، ومن الداخل ديالها كتقطع عليها بغات تبكي ولكن ما بغاش تبين، بقات كتغني ليها حتى داها النعاس. والصباح اول نهار ليها في الجامعه مشات وصلات وبدات حياتها الجديده وكتحاول تتاقلم مع الوقت، نهار بعد نهار الخدمه الجامعه. واحد النهار مريحه كتراجع وشي صداع ديال شي واحد كيصلح الدار تحتها برزتها وما خلاهاش تركز، هبطات تهضر معاه جاوبها واحد الولد خاصمات عليه قال لها قربنا نساليو، ولكن دوا معاه بالاداب وعرفها ساكنة الفوق ومشات في حالها وخلاته كيفكر، خربقاته ومشات. الغد جا دق عليها في الدار وجاب لها واحد الشوفاج باش تسخن الدار حيت هو عارف هاد الدار ما مجهزاش، ودوا معاها زوين ومشى في حاله، هي عجبها الحال
من بعد ما خربقاته في الاول ولا هو اللي مخربقها. داكشي اللي كيدور لك في بالك هو اللي وقع، الله يجمعهم في الحلال. والام خدامه هي والعيالات جيرانها كيوجدوا في الماكله باش تديها ليها، حيت غادا تمشي عندها تشوفها. واحد اللحظه عيطات عليها تهضر معاها وهي خارجه مع الولد اللي طلقات معاه، جاوباتها ومرضاتش تدوي معاها قدامه، وبقات كتقمع فيها تقطع. والام مسكينه باغا تهضر معاها وهي تقطع لها في وجهها. الام مرضاتش قدام العيالات، ما بغاتش تبين لهم، ودارت راسها باقا كتهضر معاها وهي راه قطعات عليها. الغد الام جايه عندها، وصلات وجايبه لها الماكله واي حاجه، وهي ما راضياش بها، وتضحكها ما كتضحكهاش لها في وجهها. وصلوا للدار، حسات بالبروده وهي تنصل تقاشر من رجليها، عطاتهم لها ونقات لها الدار كامله. وبالليل بغات تحتت معاها وهي غير شاده التليفون، وعاقت بها الام كتهضر مع شي واحد، ونصحاتها دير الاحتياط ديالها بطريقه غير مباشره، وكتحاول تضحك معاها ونزله ما كتعاملهاش زوين. والولد ولا كيجي لعندها للخدمه فين خدامه باش يشوفها. ومن بعد ما كملات القرايه تخرجات وولات معلمه، والولد صيفط ليها الخاتم ديال الخطوبه باش يتزوج بها، وقالها لوالديه، وتا هي قالتها لوالديها باش غادي يتلاقاو في واحد المطعم باش الوالدين يتعرفوا على بعضياتهم. موت نزله وباها جايين باش يتلاقاو مع الوالدين ديال الولد، والام مسكسفه على الحاله وفرحانه، والاخرين كيتسناو فيهم في المطعم. ووالدين الولد من الطبقه الغنيه، الاب ظريف ومتواضع، ولكن الام متعجرفه، معاملتها خايبه وما حاملاش هاد الزويجه. وصلوا معطلين، الام شافت المظهر ديال الوالدين نزله، ما عجبهاش البلان، معهم بوساطة وهي بحال اللي ما كتدخلش للطواليت حاشاكم. ونزله ما راضياش بوالديها كيف العاده، بداو كيهضروا ام الولد وهي تبدا تحتقر فيهم، والولد ما عجبوش الحال. وعزت النفس ديال امو نزله ما خلاتهاش تصبر للاحتقار، وهي تجاوبها بخو كلامها وقربلوها وناضت مشاو في حالهم. الولد دار في امو، ونزله مشات تبعات والديها، وعوض جي من امها طيحات بها، وبقات كتخاصم عليها حيت تعاملات بهذيك الطريقه رغم ان معها الحق، وقالت لها انا كرهتك، ومشات وخلاتها كتالم. مشاو للدار، قربت للبيت عندها سمعتها كتبكي وهي تبدا تبكي تايا، وخا البنت كتعاملها خيب الام مسكينه كتحن عليها. الصباح جابت لها الفطور، سدات لها الباب على وجهها، وباش تبقى البنت على خاطرها الام خرجات بالليل ومشات لعند موت الولد، وطيحات من قيمتها وطلبات منها السماحه وخا هي ما تستاهلش، وقالت لها حسبيها يتيمه، ديريني انا ما كايناش، يعني ما عمرك تشوفيني، هادشي كامل غير باش نزله تبقى مرتاحه. وتزوجوا وعاشت معاهم في الدار، حملات وقربات تولد، ومن بعد مده طويله ما شافت والديها، راجلها قال لها شحال ما شفتي والديك، هذه هي الفرصه فاش تجي ماماك تريح معاك فاش تولدي. الام وهي تقول لي لا، غادي نجيبوا اللي قابلها ونخلصوه. وهما كيهضروا عيطات عليها امها، وقالت لها باللي رباك مات، غادي بها راجلها تحضر للجنازه. وصلات تلاقات مع امها من بعد مده طويله، ولقاتها حزينه بزاف على موت الاب. واحد اللحظه نزله مريحه مع صاحبتها، قالت لها راني حامله، فرحات ليها، سمعوها العيالات. مع جهه الام قالوا لها بنتك حامله وما قلتيهاش لينا. الام مسكينه بقى فيها الحال بزاف، حيت هي اصلا ما قايلهاش ليها ومرضاتش حدا العيالات، ورغم ذلك ديما الام صابره وكتضحك ليها غير باش ما تقلقهاش. ولكن البنت عمر قلبها محن، وفي نفس النهار رجعات في حالها، وبقات الام كتحسر. موراها بمده ولدات نزله وليد، ومشات عندها امها فرحانه بحفيدها ونسيبتها ما حملهاش. ونزله وراجلها فرحوا بالوليد، ولكن ما كملاتش الفرحه، حيت الوليد من بعد نهار من ولادته مات. وتازموا بزاف، حيت نزله كانت باغا غير امتى تولد، هي كتبكي امها كتقطع عليها، والمشكله ان نزله ما كتحسش بامها، وتعصبات عليها عاوتاني وقمعاتها في سبيطار. والام مسكينه كتشد في قلبها وغا صابره، ورجعات عاوتاني للقبيله، بقات عايشه بوحدها، وكل نهار كتالم في صمت ومرضاش بزاف، وكتحسر على بنتها اللي تحاربات على قبلها من صغرها، جاعت ووكلاتها، تعرات ولبساتها، وفي الاخر كتعاملها خيب رغم انها ما قصراتش في حقها شي نهار ولا خلاتها خاصها شي حاجه. ومن بعد مده ديال الوقت، واحد النهار نزله جات عند امها للقريه وجايبه معاها حوايجها، وهاد المره بعقليه اخرى عكس في الاول. والمهمه كيف العاده ديما باب قلبها مفتوح بالمحبه، ومعمرها عاتبتها على فعيلها، ولكن هاد المره نزله استوعبات قيمه امها، وقررات باش تبدا تعاملها زوين وتحاول تعوضها في اللي فات. جات باش تجلس معاها واحد المده، ولكن كتبان عليها في وجهها مخبيه شي حاجه واقعه عليها،
سولاتها الأم قالت لها لا والو غير توحشتك، وجلسوا مع بعضياتهم في جو زوين اللي كانت كتمناه المهمة من شحال هذه. ولكن نزلة كانت فاهمة الحياة غلط، ولكن دابا قررت تفرح ماماها. الصباح فاقت مشات تلاقات مع صاحبتها ديال الطفولة وراجلها كيعيط ليها ما كتجاوبوش، وفي العشية خرجات هي وماماها يتقداو، شرات لها شي حوايج وتهلات فيها وخداو تصاور تذكارية مع بعضياتهم. مشاو كلاو في واحد المطعم وهما كياكلوا بانت لها باللي ما كتجاوبش راجلها. رجعوا للدار ونزلة حزينة بزاف بحال اللي شي حاجة واقع عليها ومخبيها. واحد اللحظة المهمة كتوجد في العشاء شافت تليفونها كيصوني، عيطات عليها تجاوب ما سمعاتهاش، ومعها هي كتصحبهم مخاصمين بغات تصلح بيناتهم. جاوبات دوات معاه، الراجل هو يبقى يبكي بحرقة وغير ساكت. بقى ساكت واحد اللحظة وهو يقول لها المهمة نزلة راه عندها السرطان وفي المرحلة الرابعة وتقدر تموت في أقرب وقت، وطلبها ما تقول لها والو حيت هي ما باغاش تبرزتها بالخبار. المهمة مسكينة فشلوا لها الركابي وحزنات حزن عمرها حزنات بحاله قبل، وفي نفس الوقت كتحاول ما تبينش وكتحاول تفرح بنتها مهما كان الأمر، وديما كتحاول تضحكها وخا هي مغبونة من الداخل كتواسيها. شدات في قلبها التعيات وما قدراتش تصبر، وصايبات شي عشوب وداتهم ليها، وبلا ما تحس بدات كتقول لها غادي تبرايا بنتي ما تخافيش. البنت عرفاتها عرفات وتا هي مغبونه بقات كتبكي وكتقول لها انا خايفه. امها تا هي كتبكي معاها وعليها وكتواسي فيها وقالت لها والو ترجعي لاسطنبول تعالجي ما غتموتيش ان شاء الله، حيت عارفاها الا بقات عندها في الدار ما غتعالج ما والو. ونزله فقدات الامل، بغات تموت عندها في الدار ما بغاتش تمشي، ولكن الام ما قبلاتش شي حاجه سميتها بنتها تموت، وبالذات عليها تمشي تعالج، وبقات محاربه معاه باش ترجع تعالج في السبيطار. الصباح غدا موصلها للتران وما قادرينش يفارقوا بعضياتهم، ولكن الظروف حكمات ومحال واش غادي تشوفها عاوتاني ولا لا. ودعات بنتها في مشهد كيقهر القلب، الام كتودع في الكبده ديالها وما ضامناش رجوعها، وكانت هذه هي نهايه القصه. ربما المخرج ناوي يدير جزء اخر، والعبره من هذه القصه هو ان النجاح في الحياه او السعاده ما عمرهم يكملوا بلا فرحه الوالدين، وخاصنا نعرفوا بان الشكل ديال الوالدين مهما كان نوعه او الحاله الماديه مهما كانت ضعيفه هذا الشيء ما عمره كان عار علينا، هذا واقع ولازم نتقبلوا الوضع كيف ما كان، ولا قدرنا احنا نطوروه عكس اننا ما نرضاوش به. وتا شي حاجه في الدنيا ما تستاهل انك تتبرأ من والديك ولا تغبنهم مهما كان الرباح اللي فيها، الرباح فرضاهم. ولا لاحظتوا ان النزله سمحات في والديها من اجل واحد الحياه، في الاخر ما فرحات بحتى شي نهار من هذيك الحياه اللي كانت كتمنى. ومن خلال القصه عرفنا ان الرقي ما كيجيش بالشهاده او المنصب او المرتبه الاجتماعيه، وانما كيجي بالاخلاق، واللي ما لقاوش فيه والديه الخير عمره ما يشوف الخير. وهنا غادي تكون سالات القصه ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي، لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناة على اليوتيوب ومتابعة الصفحات على الفيسبوك والانستغرام، وكيف العادة إلى عجبك البلان علاش لا شي جيم وكومنتار. نشوفو.